ارفع رجلك فوق يا ولد فوق. اقول طال عمرك، انا من رايي الحقيقه انك تعطيهم مكافاه تشجيعا لهم عشان يعطونا، الله يعطيك ان شاء الله. اقول ورا ما تراس النادي بدالي. لا لا طال عمرك العين ما تعلى حاجه. انت وش لك علاقه اصلا بالكوره؟ وش عرفك بهالامور هذه؟ انت نسيت ان دورك فقط نقل الاخبار لي؟ الخبره. أنا أشوف الاستعداد طيب، لا الشباب تمرينهم طيب. الحين يا كابتن، اتحطيت الخطة حق المباراة ولا لا؟ إيه نعم طال عمرك حطيتها. إيه؟ احنا نلعب 5-4-1. كم؟ 5-4-1. إيه؟ حنشوف مجريات المباراة. إن مشت مشت، ما مشت نغير ثاني مرة. الحين هذه خطتك؟ إيه نعم طال عمرك. وطول هالأيام وهالتدريبات وتشخبط بأوراقك وخمسة أربعة واحد؟ اي نعم. هذه خطة تفشل، هذه خطة دفاعية يا كابتن، هذه مبينة اننا خايفين. احنا ما نخاف، احنا نبي نلعب هجوم. اسمع يا كابتن، سم خطتنا ان شاء الله 4-3-3. كم؟ 4-3-3. هذه الخطة الزينة، نبين لهم ان احنا الجمهور لازم يستمتع، نبي الجمهور يستمتع. بعدين تعال يا كابتن، اللاعب الأجنبي، أنا شايف اللاعب الأجنبي ذاك اللي في الهجوم مركز عليه. هذا يا حبيبي ما ينفع في المباريات الجماهيرية. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام، يا هلا. شلون طويل العمر؟ والله يسلم عليك. يقول لك اللاعب اللي دفع قيمته يبي يشوفه أساسي. لا بيشوفه إن شاء الله أساسي، أساسي ونص، بس لا يزعل علينا. مع السلامة. مثل ما سمعت يا كابتن، ترى وعدت الرجال هذا اللي شرانا اللاعب، خليه يلعب الشوطين، ولو بغى يلعب بين الشوطين يسخن خليه يلعب. زين زين طبعا. مثل ما فهمتك، وش خطتنا؟ 5-4-1. اقول لو سمحت يا طول العمر. هلا هلا يا كابتن. ودي اسال وش صار بمستحقاتي الماليه؟ انا الحين صار لي 6 شهور منتقل من فريقي، ولا حصلت لا على قيمه الانتقال ولا الرواتب مثل كل اللاعبين. بصراحة وضعي صعب وابي تشوفوا اللي حل. لا لا ابشر ابشر، حنا كلمنا اعضاء الشرف وعادونا خيرا. بس يا كابتن، يعني هذا وقته؟ مباراة المهمة باقي لها كم يوم، تجي تسأل عن رواتبك ومستحقاتك؟ بس ابشر ابشر، بعد المباراة بس على شرط واحد، تلقمهم بجول وبشر بسعك. تابع تمرينك يا بطل يا بطل. الله، هذه البلشة والنشبة صاروا الحين اللعيبة يختارون الوقت الحرج علشان يطالبون بحقوقهم. بس والله هذا شغل الصحافة يا اخوان. الصحافة شالنا حملة علينا من بداية الموسم، وبصراحة ما لهم كلام الا انه اللجنة سوت واللجنة غيرت، واحنا طبعا لا يمكن نتحمل احد يشكك في قراراتنا، ولذلك لازم احنا نرتب المباريات. هذا انه نأجل بعض المباريات حتى لا تتضارب مع بعض المشاركات الخارجية، ولازم يا اخوان نوقف الدوري ونلعب الكاس، لا سيما انه جاني فاكس اليوم يحدد مباراة الأخضر مع الفريق الياباني فريق الكمبيوتر بعد أسبوع من الآن، أي بعد أسبوع من مباراتهم مع الفريق الأبيض. يعني بصراحة يا أخوان هذا يبغى له مجهود منكم أنتم، وشدوا حيلكم والبركة فيكم. يا جماعة الخير، خلونا نأخذ الموضوع واحدة واحدة. أولا الصحافة ما نلومهم، ثانيا حنا ترانا نعدل ونبدل ونخترع، وبعدين لا جت المباراة هذه اللي تقول عليها للفريق الأخضر نرتبك وننحاس ولا كان عندنا أي نظام. وش تبغانا نسوي يا أخي؟
إذا كان هذا هو نظام المسابقات إذن لازم نتعامل معها بأي شكل. المهم خلونا نشوف وش صار بدور الشباب والناشئين. جميل جميل مارينكم تطرقتوا لمثل هالموضوع. أقول يا جماعة الخير ولا يهنون الإخوان، ترى الوضع كله خطأ في خطأ، وبعدين مثلكم عارفين ولا تجاهلون أن دوري الفرق الناشئين والشباب ما غير 3 أشهر وباقي السنة. وش تبي اللاعب يسوي؟ تبيه مساكين يقعد ببيتهم ويحط رجل على رجل ويشرب شاي ويتقشم حام؟ وبعدين انتم حطيتوا حيلكم كله على الكبار، يعني نسيتوا الناشئين الصغار اللي هم القاعدة؟ وبعدين إذا بغيتوا بعد تأكدون ارجعوا لفرق الناشئين قبل 23 سنة وتشوفوا. يا جماعة لا تضيعون الوقت، خلونا هالحين نبلغ الفريق الأخضر بموعد مباراتهم مع الفريق الياباني، وبعدين هاك الساعة نناقش مواضيعنا ونجد لها حل أفضل من الكلام اللي ما يودي ولا يجيب. طول بالك طال عمرك، الأمور سهلة، ما يبغى تعقيد هذا، لا تعقد نفسك. يا أخي شلون أطول بالي؟ شلون أطول بالي؟ أنا ألقاها منين ولا منين؟ ألقاها من ذا اللجنة اللي محددت لي مباراتنا مع الفريق الياباني بعد أصعب مباراة لنا في الدوري، ولا ألقاها مع هالكاتب هذا؟ هذا كاتب ما له شغلة ولا مشغلة إلا أنه يكتب عن مستحقات لاعبين. كاتب معروف نواياه، معروف ميوله، وبعدين مهي بأول مرة يكتب ولا راح تكون الأخيرة. لكن والله لا أدفع الثمن غالي. أقول طال عمرك خلنا نرفع في شكوى. هذا طال عمرك أسالي وسالك وسال الإدارة وعفسنا فوق تحت. لا 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 شكوى ولا غيره. هلا وحمد أبشرك عرفنا الحكم منهم. شلون؟ لزقنا في لجنة التحكيم لزقة. حلو. ألين رتبت مع أحد أعضائها. حلو. وعدته أنزل صورته ملونة وفي الجريدة. حلو حلو حلو. أبو خليل قده وقدوم. حلو الحكم منهم. إيه. يا والله إنها خبطة صحفية. أنا قايل لكم والله ما تحلمون بنتيجة هالمباراة أبد، ما تحلمون فيها أبد أبد أبد. شفتوا شلون لجنة التحكيم؟ ما شاء الله عليهم، مختارين أسوأ حكم ويحكمنا المباراة هذه، مباراة مهمة ومختارين الحكم هذا. وهالحكم ذا مو غريب عنا، نعرفه كلنا صح ولا لا؟ هذا الحكم معروف إنه يموت ويشجع الفريق الأخضر، شفتوا شلون؟ بس طال عمرك هذه مطبوخة من زمان. مطبوخة؟ أنا خابر إنها مطبوخة. حنا لازم ندور حل، ولا ترى بندفع ثمن تخبيص لجنة التحكيم. يا جماعة هالحكم ذا بمرمطنا وبفرج علينا الناس، لازم من حل. أقول طال عمرك أنا عرفت اسم الحكم اللي بحكم مباراتنا، وهذا اللي منكد عليه من شفت اسمه، لأن الحكم هذا تحديدا مشهور بمواقفه ضدنا. بس على كل حال مش هذا الموضوع، احنا عندنا موضوع أهم. احنا يا جماعة بعد أسبوع من مباراتنا مع الفريق الزفت هذا عندنا مباراة خارجية مع الفريق الياباني. وين في اليابان. يعني الموضوع يبيله تفكير، الموضوع يبيله دعم، وما في إمكانية لتأجيله لأن الاتحاد الآسيوي واقف لنا هنا، وما ممكن ننسحب، لأن في إمكانية إذا فزنا عليهم نلعب على النهائي، وإحنا ما نبغى نفرط بهالفرصة. اللي بأطلبها الآن من كل واحد فيكم هو الاتصال الدائم والمكثف مع أعضاء الشرف. إحنا يا جماعة نبي فلوس، نبي كاش ماني، لأنه الفلوس هي اللي تحرك اللاعبين، بدون فلوس ما في لاعبين. اتركونا الآن من هالموضوع وركزوا على الأهم. احنا عندنا هالمباراة مع هذول الزفت،
يا جماعة أنا بالنسبة لي هالمباراة هذه الفوز فيها مو بأهم من البطولة، هو بطولة توازيها ولا ما توازيها حتى أكبر بطولة في العالم. ما دام هذا رأيك بالنسبة للمباراة، ليش ما نركز شوي ونبحث على المشكلة الأساسية وهي الحكم، نلقى لها حل. يا أخي قلنا لك بطل هالشغلة اللي ما أدري وين تبي تودينا. يا بنت الحلال ترى إيش غلطينا عندها التحكيم؟ التحكيم عمل نزيه وهواية محببة وبعدين يقدم خدمة للرياضة والرياضيين بالإضافة إلى أني أحبه. وإيش هالحب اللي خلانا نعيش برعب مع كل مباراة؟ نسيت إن سيارتك تكسرت 20 مرة؟ نسيت التصريحات والاتصالات؟ لا وتبي تحكم المباراة الجاية؟ الله يستر من تاليتها. شوف يا محمد، التحكيم هواية زي أي هواية، لكن مشكلتنا أننا ما نعترف بأخطائنا. بعد كل مباراة لازم يصير في ضحية، ومع الأسف الشديد الحكم هو اللي دايم ضحية ويعلقون عليه أخطائهم بعد كل مباراة. طيب وانت عارف هالشيء، ليش ما تترك هالشغلة؟ لو كل حكم بعد كل مباراة ترك التحكيم ما بقى عندنا ولا حكم. اللي يبي يصبر على هالشيء بكيفه، لكن انت وش حدك على غث الجماهير ورؤساء الأندية؟ أنا ما ألوم لا رؤساء الأندية ولا الجمهور، أنا ألوم الجهات المعنية بالذات رعاية الشباب والإعلام. مفروض يوقفون هذولا عند حدهم ويتركون عنهم التصريحات اللي شككت بأخلاقياتنا. ها شباب، كيف استعدادكم للمباراة الجاية؟ أنا قريت بالجريدة أنكم تبون تسوون معسكر خاص. والله مستعدين، تدريبات يومية واجتماعات متواصلة، بس تصدق ما أدري عندنا أضاء شرف اللي يوم تجي المباراة. يا ليت كل الدوري مع فريقنا المنافس. إلا بسألك، كيف بتشارك من المباراة؟ والله لو ما أكون أساسي لا أترك لهم الفريق كله. اسمعوا يا شباب هالخبر، نادي برشلونة الإسباني اشترى اليوم لاعب جديد من لاعب المنتخب الشباب الفرنسي بأكثر من 20 مليون دولار. يحق لهم هذا الاحتراف. صراحة يا شباب اللاعب هذا حقه مهضوم، الحين لاعب شاب بعشرين مليون دولار وانت نجم الفريق لا وبعد كم ريال، ويليت ياخذ حقي في وقته. يا ابن حلال خلني ساكت ازيلي. أخوة الرياضيون، أيها الأخوة المشاهدون، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الرياضي كل يوم رياضة. في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى سيكون الحديث عن اللقاء الكبير، اللقاء الجماهيري، اللقاء الختامي الذي سيجمع الفريق الأخضر بالفريق الأبيض. وللحديث عن هذه المباراة المهمة وقضايا أخرى تهم الرياضة، يسعدنا أن يكون معنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن. في البداية أستاذ أحمد نشكرك تلبية دعوة البرنامج، وسؤالنا الأول هو كيف تقيم هذا اللقاء المرتقب بين الفريقين الأخضر والأبيض؟ الحقيقة المباراة كبيرة وواضح أن الاستعدادات جيدة، وأتمنى أن تظهر المباراة بالصورة المطلوبة فنيا. أستاذ أحمد، ما هي أبرز النقاط التي تود أن تتحدث عنها من خلال هذا اللقاء الكبير؟ حقيقة أنا ودي أوجه رسالة للقائمين على الفريقين بالتفرغ للمباراة وترك الحكم في شأنه، لأن ما يتعرض له الحكم الحقيقة يهز من شخصيته ويجعله عرضة للأخطاء، وشفنا في كأس العالم كيف الحكام كانوا يخطئون. أنا أوجه نصيحة أنه يجب أنه نثق في حكامنا وفي نزاهتهم. أستاذ أحمد، بما أننا في آخر الموسم الرياضي، ما هي أبرز السلبيات في نظرك إذا كان هناك سلبيات؟ وفي رأيك من يتحمل مسؤولية تلك السلبيات؟ يا أخي المسؤولية مشتركة ما بين رعاية الشباب، وزارة المعارف، المسؤولين عن الأندية، كذلك ما بين الإعلام. نأتي من ضمن السلبيات أولا الاحتراف. لاعب محترف في نادي ما يستلم راتب الشهر شهرين ثلاثة، ونطالب بعطاء وجهد مضاعف وما يستلم راتبه. اللاعب عنده مشاكل عائلية، عنده قضايا شخصية، من حقه يستلم مرتبه. تصدق يوم الأيام في لاعب مخصوم عليه من مرتبه ومرتبه موجود في الخزينة، مخصوم عليه من مرتبه وما بعد استلم المرتب. تناقض غريب. إذن ما هو الحل يعني من وجهة نظرك؟
الحل هو البحث عن موارد مالية للأندية، سواء بالتخصيص أو بغيرها أو إلغاء الاحتراف. يعني ما حد الله احتراف وما في موارد مالية ما يصير. ثانيا نرجع إلى ما يخص وزارة المعارف أو المدارس. كان في السابق، هلا أبو صالح، في جابك فيه أنت ليه ناديتني؟ أنا ناديتك تجي معي للاستديو، مو تدخل علينا وكنا نصور. ما شاء الله عليك، ما خلى مكان ما طلع فيه أي مسابقة فيها أبو صالح. الله يسلمك. نرجع إلى موضوعنا فيما يخص المدارس. المدارس الآن أصبحت معزولة كلياً عن إنتاج وتفريخ لاعبين جدد يستفاد منهم في المستقبل. الآن الاعتماد كله على الحواري، بغض النظر وش ثقافته وش فكره تعليمه. في السابق في السبعينات أخوي كان هناك تنافس شديد سواء في دوري كرة القدم أو غيره من الأنشطة الرياضية، وكان دوري القدم وبالذات ما بين اليمام الثانوية والجزيرة وغيرها من الثانويات في تلك الفترة، كان هناك تنافس شديد كاد أن ينافس دوري الدرجة الممتازة. والآن؟ الآن الله أعلم بالحال. يبون أن نقارع الأندية الأخرى المنافسة، ومدارسنا كل ملاعبها أحوشة. عمرك شفت ملعب حوش؟ الحين يا جماعة وش الدبرة؟ الحين هالحكم ذا نبي نكسبه، نبي نكسبه بأي طريقة؟ يا طويل العمر، نشوف لنا أي طريقة معه؟ مديون، ساكن جديد، عنده أحد بعينه، عنده زوجة بنقلها، حتى لو بيسافر في أي مكان، المهم نشوف لنا طريقة معه. والله ما شاء الله عليك أبو جلعود جبتها، هذا حل طيب. نشوف إذا عنده أحد بعينه، مديون، زوجته ننقلها ما في أي مشكلة أبد. عجبني هالحل. أبي كل هالمعلومات يا أبو جلعود وكلكم تجيبوا لي إياها بسرعة، زين؟ لا 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 لا، الحكم ما نقدر نشتريه، وهذا سبب المشاكل. يا أخي الحكام سوي اللي فيها شوية نزاهة، وبهالطريقة ما راح نلقى حل. أنا أقول طالما الأمر كذا والحكم ما يقبل المساعدة، إذن لازم تسمعونا. كيف يا طويل الأمر؟ حملة تصريحات في كل الصحف، والاتصال على أعضاء الشرف، وكل منتديات الانترنت، واصلخوه قطعوه. واهم نقطه عندي، لا تنسون تتصلون في بيته. والتلفزيون بعد؟ لا التلفزيون ارجوك ترك الموضوع لي، انا ادبر الموضوع. تمام، الموضوع كلش خالصين منه، حكم منتهي منه. بس البلشة ذا الكاتب اللي ما ندري وش نسوي فيه، لا حنا اللي قدرنا نشتريه مثل غيره من ذا الصحفيين، ولا اللي قدرنا نسكته. وش السوات؟ دبروني. هذا أمره سهل، بس فكر في المباراة طال عمرك، وازهل الباقي علينا. ألو، السلام عليكم. إيه نعم، هذا بيتا. لحظة شوي. أبو محمد، سمي تليفون عشاني. هلا، مرحبا. نعم أنا أسمع. بلا سلام ولا كثرة حكي، تراني فاعل خير وجيت أحذرك. والله لو ما تنسى الفريق الأبيض إني لخلي أيامك سودة. على فكرة ترى ممكن أي شيء يصير لك انت ولعيالك، فاهم؟ تهديد جديد ها؟ واحد واحد. جهزت الأمور؟ جهز الأمور. يلا قل. هذا ملح. ركز معانا، لازم يرميه في المرمين. اللاعب يرميه في المرمين،
أثناء التسخين. في التسخين؟ إيه في التسخين. بدون ما حد يدري. ما حد يدري؟ ما حد يدري. شو ما حد يدري؟ ملعب 35,000 ماشي، وبعدين؟ ياخذ قفشة بيده. إيه. ويرميها على خط المرمى. ويسويها في المرمى الثاني. إيه زين زين، أقول فهمت؟ فهمت طال عمرك. تاخذ الملح وهم يسخنون، ولا أحد يشوفك، ما أدري شلون ما يشوفونك. تجي للمرمى تنثر الملح، وفي المرمى الثاني تنثر الملح. بعد المباراة ولا؟ بعد المباراة، مباراة بعينك، أصكك بجبهتك الحين، وأنت تسخن في التسخين، حضر. تسحب شوي شوي وترمي ملح منه ومنه، ترى ذا مكلفني واجد. المباراة ذي مهمة، فهمت ولا لا؟ أبشر طال عمرك، اعتبر الموضوع منتهي. روح ارتاح اليوم عشان المباراة، لا تمرن، روح. حاضر. يلا. سلام. الله يوفقنا يا الله. المشاهدين في الوطن العربي الكبير، هذا محدثكم إبراهيم الديابي يحييكم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الرياضيون في كل مكان، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا الاستديو التحليلي الخاص باللقاء الجماهيري الكبير الذي سينطلق بمشيئة الله تعالى بعد دقائق بسيطة. مشاهدينا الكرام، معنا في هذا الاستديو بمشيئة الله تعالى أحد النقاد الذي سيتحدث عن هذا اللقاء الكبير، ولكن قبل أن نعرف بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، ما رأيكم الآن ننتقل بكم مباشرة إلى الملعب، ويبدو بأن مراسلنا لديه لقاء خاص. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، يسرنا أن نلتقي بالإعلامي نأسف لهذا الخلل ونعود إلى الاستديو إليك يا خالد. أخي عيب عليك. أبعد كمان. عزيزي الرياضي، نأسف لهذا الخلل ونعود إليك يا خالد. عفوا مشاهدينا الكرام، لعدم إكمال هذا اللقاء سنحاول إن شاء الله من خلال هذه الحلقة الانتقال مرة أخرى إلى مراسلنا في الملعب لأخذ بعض اللقاءات. مرة أخرى نعود بكم للاستوديو ونعود للتعريف بضيفنا الكاتب والناقد الرياضي المعروف الأستاذ أحمد. مساك الله بالخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك وأهلا بإخواني المشاهدين. سلامات أستاذ أحمد، عسى ما شر. لا أبدا، هذا كان تعليق بسيط على أحد مقالاتي في مواقف الجريدة. أعتذر منك أستاذ أحمد، أعتذر أيضا من السادة المشاهدين. ثواني قليلة تفصلنا عن اللقاء الجماهيري الكبير المرتقب الذي سيجمع الفريق الأخضر بالفريق الأبيض. فاصل إعلاني قصير وبعد ذلك نأخذكم إلى اللقاء على الهواء مباشرة. جمهور كبير حاضر مباراة الليلة، يعني الاستاد مليان. كرة اللعب ناحية اليمين، سلطان مصرط بيحاول يعدي، بيعدي سلطان، تمريرة جميلة خطيرة للأبيض، ولكن إلى ركلة مرمى. هذا حكم المباراة، بدأ التحكيم عام 1985 ميلادي، حصل على الشارة الدولية عام 1995. حكم قدير، حكم كبير الأستاذ سليمان، ونتمنى له التوفيق في هذه المباراة. هجمة لفريق الأخضر ناحية اليمين، بيحاول يعدي، بيعدي علي، خطيرة للأخضر، خطيرة، ولكن إلى ركلة زاوية، ركلة زاوية للأخضر، تلعب على طول إلى علي، علي خطيرة، جول، جول للأخضر، 2-2، 2 الأخضر، 2 الأبيض. إذن مشاهدين الكرام، التعادل الإيجابي هدفين لهدفين هي نتيجة اللقاء الجماهيري الكبير الذي جمع الفريق الأخضر بالفريق الأبيض. نعود بكم مرة أخرى إلى الاستديو التحليلي ومعنا الأستاذ أحمد الناقد الرياضي الكبير. أستاذ أحمد، كيف رأيت اللقاء بعد نهايته؟ الحقيقة كانت مباراة رائعة وشيقة، لولا اعتداء لاعبي الفريق الأبيض على الحكم، وما حدث حقيقة شوه المباراة، وما حدث كان نتيجة للشحن النفسي وللطرح الإعلامي المتعصب وتجهيز اللاعبين للاعتداء على الحكم، والدليل نزول الإداري إلى الملعب. عفوا أستاذ أحمد، يبدو بأن معنا اتصال. ألو، مرحبا، من معي؟ معك خالد. ها
هلا خالد تفضل. يا اخي هذا تحكيم، هذا صدقني فريقنا اصبح مستهدف من التحكيم، واللي صار مرتب له 100% معروف الشهادة علشان يطلعون فريقنا. راجعوا كيف كان الحكم يناظر لاعبتنا، شوف كيف بغى يطقهم، والحقيقة مستوانا أفضل بكثير من الفريق الأخضر اللي والله إنه يفشلنا في المباراة الجاية مع الفريق الياباني. شكرا لك، شكرا لك يا خالد على اتصالك. يبدو معنا أيضا اتصال آخر من معنا. ألو، معاك إبراهيم. هلا أخوي إبراهيم، بس يا ليت بس توطي على صوت التلفزيون شوي. أبشر، بس يا أخي متى نسلم من هالحكام وظلمهم اللي ذبحنا؟ بعدين أقول للمتصل اللي قبل شوي اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، وأنا أبيه يرجع لتاريخ فريقه ويشوف. أستاذ أحمد، استمعت الاتصالات قبل قليل، ما أدري إذا كان لك تعليق خاص على اتصالات المشاهدين. هالنوعية من المشجعين هم سبب رئيسي في عدم إيجاد نواة مستقبلية لأندية يشار لها بالبنان وتقارع الأندية الأخرى. يا أخي التعصب وصل إلى داخل المنتخب وإلى المنتخب كذلك، أيعقل هذه نوعية مشجعين؟ وينه؟ وينه لما يصحي؟ وشو؟ ممنوع؟ اذنف انت يا اذنف، اذنف! اظهر 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 اظهر! خذ، ويبون الرياضة السعودية تزدهر، وهذول المسؤولين عن الأندية، ومن تحت يدينهم لاعبين المنتخب. أقول اظهر! بشر يا ابو حميد نتيجة فريقنا مع الفريق الياباني 8-0 لنا ولا لهم؟ لا والله للأسف لهم. يا رب، ويا خوفي نستمر على هالحال.